وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد مدحوين وفحقين في جمهورية الصومالي الآن مدن عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيدعي وزير كوزارة مالقشيقة أقاسمها قود وزارة شغيقلين تارماء برشادية غويسكا مرتي شرفتا شرائق كالدول ورشد لياشا محن رضايها يدها عالميقة يكون محلقة شقال وينها وزارة برشادة إذا شرفتا إيا قيمها بضن إيا هالكم فردية بهذا الصحافة دا عيدا مدى قدر كالسيدات وعيدا دا كالدول لمانتي وحن ذكو السلام يا سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلهي بما هذا ما أنت تسكله وحنوم هذا علينا يا مدحوين وحجين كجمهورية الصومالي الآن وأنا قال الصواب أي قلاي مدشان أن وتعالنا هينو نوضع فرو شقابور كأن وصمينا إنه شني يقنت كنتم قيس أو كتر سن برشاد ضير تاع إرير الصومالي الآن من طرف إلى طرف وحلي نكوال كمرنج أنت كوجليه كبوحنا وكوجليه هكا عنو كسو قادة إنو حبناها كهوبان بران إياسيلي هدي عنو هينو ميزانية كبادان وحن شاكي كوچيرين إن عنو قار كبادان عنو مال جلين لهي مدنة مدحوينو بحيقين آدي آد بان كاقام هاد علنا يا آدي يحبناها قولا وزير رضا يقولا صعدبا إنتا كبعدي مدشا ماانتا أي تايبشا فيبروري صدح وحن عنو باچين شلايبا إحاي إن عنو مدشا ده فرنو وحن وباچن سيدي هورو لوغو دواتي اي بن حريستي ساح كورابي جانان كي عيدان كي قلب كأن عيدان مدى سومالي لان اي بوليسك او غيريو دي سيدا اوديد وحي نغا هيدين انو لبورور ديغنو قران كا سومالي لان وحن ومانتا ده فرينا برنامج كا شاق عبوركا وحن وكا شاق عبوركا كساميني ميزانية ده قران كا سومالي لان كا وزارة دهان نوغو تيرا ورونتي وحكوبانا وحن مخاتي إذن كذا جايا هدي وحلي وح يرمي كوسية وح بضن كوسية هدي أي أنت عكب بضنان لهينا ومكب بضن لهين شغال أبور كعلمان الصماينا إنه مخاتي بان إذن كذا جايا إلى تهاي ميزانية غرق في الصومالي لان وزارة شغالين تعرما بشدة قويسك أو وطريو إلى تهاي مالها أبور نقالها هوس إياه إن أبور صماينا شغال أبور شن يكون قويس ورير سومالي لانا او غوبلادا دل كوردن كاكوبان شاق عبور كاني ماها وقتيكي كوبادي عامو سمينو إلا وقتيكي اي دالاتاي حكومة دا وقربادين كاكيه مدحوين عمانتا مودان المسابيح عبدي اي وانيقا اي مدي وزارة دا وحان ميزانية دا غران كاكا سميني لي شاق عبور تال ماانتا مدحوين وبحيقين كا ايا مراكا ايساق انو دافوري دونا تيو هورينا انقا ايا وزارة دا ديحدي دا كوق عبرناي وحن تعلهاي إني برشاد وكبحضة فخرقة وحن مغوير لوزير كمالقشيه إنو مرخاتي كان غضو إني وزارة وكم تهيدد كمالقلية غارك الصومالة وحن تعلهاي إنو جوغو وزير كمالية دا إيا وزير كقنعسيه ووزير كمالية دونا عشورها أي كعبنايان دادك دانيرتا إلوه بلابا إيا قنعسيه وبلنقالكي سكبوحيه أنو مهد علينا إيا إنو كانتي سبوحيه أما أودي مالقش كبحق لي وزير كمالقشه وزير كجناسجنا عن مخاطي أقدر إنه وحي شروط شروع يكون حرنا وأفضل ذيو أيام وقت رجلا لكن لبض بشر كله أيكم مغيهم وحيله مهدية إنه إنه بتجليه حكومة إنه أي كشقين يسوع هرمرين تبرشدين تصنع أي لبض صورة جلسة واحد مودع إنه يقبلينهم dadka maalgashiga loo sameynaya haween sababta badis ay wax weeyaan qof kasta oo liita hooyada iyo walaasha uu baa laga tagaa reerku oday marka uu waayo waxba ee uu xogaa yara kululaado keen uu iska galaayo waa uu iska tahriibaado dabadeedna hooyada laga tagaayo arurti keligo la fariisata qoweyaan inanka aan marka isaga aabihiisu dhamayna inanta walaashiya uun baa garab taagano iyadoon baa la ilaada iyada wadi doontay inaga mariya marka wax weeyaan sababta aawadeed ayaa keentay in aanu haweenka u badino haweenku waa seeska guriga guriguna sees laan ma taagnaado mar labaadka waa dad ku fara adag oo waxa ay hayaan runtii resource yar kooban ay hayaan gelinaya danta guriga iyo ta ilmaha oo kaliya waxa madona madaxweynuhu ku xigeen halkan fadhiya sida uu Cabdi Ilaahi ka hadlay
isagii iyo xubno kale ba waxa oo kamid ahaa shaqo abuurkii sanadii 2018 kii ay wasaaradu sameysay oo uu Cabdullaahi qayb ka ahaa een waxaan ugu soo celinay kadib markaan aragnay inuu mid dhalay kii hore waliba uu reer ku soo kordhay barakallaah baan u leenahay oo uu guursaday ayaan waxaan ku kordhinay inaan kuwa maantana aanu ku darno si insha Allah uu reerku u noqdo reer dhaqaale leh oo aanay wixii yara ka dhamaanin een runtii waxaan halkan ku soo casuunay oo munaasabadii tacsida aan ugu dib dhignay aawadeed naga maqnaaday bangiyada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee iyo shirkadaha oo ujeedadoodu ay ahayd inaanu tusno irbadal la ururiyay madax birabay dhalaane wax yar oo qofka la siiya inay ka mid noqonayso inay noloshiisa wax ka bedesho een waan u mahadcelinayaa shirkadaha jooga sida sagaljado kale een aad baan ugu mahadcelinayaa waxay ka mid yihiin goobaha shaqo abuurka ee dhalinyarada shaqo galiya aan ugu geyno isla markaana kuwa een maxaa sheegaa internshipka ah ee shaqada baranaya waxaan u mahadcelinayaa hay'adaha caalamiga ah ee aan wada shaqeynta dhow leenahay iyo kuwa maxalliga ah ee madasha jooga sida Safety Dareen iyo Nagaad oo iyaguna goobta iga muuqda inta aanan arkaynin madasha fadhiya igama aha inaan ka booday runtii sharaa'iga maxaan ilaahay qolyahan Chinese-ka ee jooga Shim wuxuu ka mid yahay sharaa'iga waaweyn ee macdanta ka baaraya gobolka Togdheer degmada Faqaayu een maxaan sheegayay Frank waxa weeyaan waa mulkiilaha warshadan New Fresh oo ay ka shaqo galaan 130 qof oo shaqaale ah oo reer Soomaaliland ah ee runahantii waxaan ku soo dalabnay inaannu dhiiri gelino inay shaqo abuurka sii balaariyaan ama ay bulshada shaqaaleysiiyaan mudan madaxweyne ku xigeen waxaan mar labaad iyo mar saddexaad kaaga mahadcelinayaa madashan wasaaraddu waxa diyaar ah oo ay dhistay saddexda maqsin ee ka soo jeeda dhanka koonfurta qof walba markuu albaabka ka baxayo ayuu arki doonaa kamaanu dhisin miisaaniyadda qaranka laakiin isku tashiga wasaaradda ayaanu ka dhisnay waxaanu uga mahadcelinaynaa cid kasta oo gacan ka geysatay oo shaqaalaha wasaaradda ka mid ah waxaan jecelahay inaan madashan isagoon inala joogin u mahadceliyo maayilka caasimadda Hargeysa mudane Cabdiraxmaan een Soteko oo isaguna runtii qayb weyn naga siiya ama naga taageera dhanka xarunta Maxamed Mooge madana madaxweyne ku xigeen shahaado ayaanu u sameeynay waxaanu dhisaynaa oo aanu jecelayn inaad noo dhagax dhigto haday suurtagal tahay laba qol oo aanu ku darayno ama ku ballaarinayno xarunta Maxamed Mooge waxa naga taageeray runtii maayirka oo bil kastaba xarunta Maxamed Mooge naga siiya halkun inta iyo miisaaniyadoodii oo aanu isku darnay ayaanu ka ururinay waxa iyaguna qol noo dhisay oo jecelahay inaan u mahadceliyo hablaha muxsiniina oo hablaha Hargeysa ah oo iyaguna qol noogu kordhiyey xarunta Maxamed Mooge dhammaan intii wasaaradda isgarab taagtay inay wax ka qabato baahida bulshada reer Soomaaliland ee baahsan waan u mahadcelinayaa mid kasta oo maqan iyo mid kasta oo joogaba ee waxaan jecelahay inaan madasha uga faa'iideysto inaan ku soo dhaweeyo si ugu daahfuro uguna duceeyo bulshada halkan fadhida oo aan qof walba weydiinay waxa uu ka shaqeeyo ama waxa uu ka shaqeyn kara ee ugu sahlan qof walbana aanu ugu qabanay oo ugu iibinay dalabkiisa iyo isaga waxa uu danaynayo inaad noo daahfurtid uguna ducaysid